دكتور اشرف وعلمي رياضه. الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان كويس الحمد لله، يعني ما كانش فيه تكات كتير، هو معقول جدا والوقت كتير فكويس. طيب بالنسبه للمورد فيها جاي لنا حاجه او كده؟ لا هو انا ما فتحتهاش قوي، بس انا بصيت على الحبه اللي هم فيهم بانكتويشن اللي في الاخر، ما بصيتش على الجرامر قوي، بس انا ما استفدتش بحاجه من الورق اللي فيه الصراحه. كان جاي حاجه منه ما اعرفش، مش متاكد الجرامر جه منه ولا لا، بس هو الجرامر كان كويس عامه. كان في سؤال ما انت ما حلتوش مثلا جه في الامتحان ولا ده انت لا لا اللي كنت بحلها في مثلا اللي هي ايه الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي ما بين السطور وكده، اللي هي احنا عارفين ان هي ممكن تيجي بس ما بتتحلش كتير، فدي احنا عارفينها برضو. في واحده منهم جت مثلا قسم ورا خالص. دلوقتي احنا وصلنا امتحان الانجلش، امتحان كان سهل قوي الحمد لله. الوقت كان زياده مش كفايه، بس هو كان 3 ساعات كتير قوي، مش عارف كفايه ساعه ونص ساعتين اساسا. في حاجات كانت لفه في الامتحان، اسئله صعبه او حاجه؟ الحمد لله. ورق المفاهيم كان جاي منه حاجه؟ لا يعني هو ما كانش يستعان بيه اساسا، هو مش موجود فيه حاجه غسول فيه بس. المراوح اللي جايه كان فيه هواء، كان الدنيا حر. احنا اساسا شغالين تقريبا على ضوء الشمس، يعني هو النمط النور كان بيقطع في الاول كتير كده، بس لكن بعد كده ظبط. يعني المراوح لا ما فيش مراوح كتير، هم مروحتين متعلقين على الجناب كده، ما بتجيبش هواء كفايه اساسا. بس ماشي الحمد لله كان كويس. كان في حاجات صعبه؟ مش كتير يعني، كان في حاجات محتاجه وقت كبير ان انت تفكر فيها؟ لا لان مش، لا كان كويس. طيب ورق المفاهيم بصيت فيه جت منه حاجه؟ اصلا يعني انت الوقت كان كفايه في الماده ولا كان محتاجه وقت زياده؟ لا الحمد لله كان كويس. اللجنه كانت المروحه شغاله ولا شغاله؟ شكرا. ادبي روان حلمي الامتحان كان عامل ايه؟ كان كويس. مفيش اسئله صعبه؟ حاجات كده، حاجات بسيطه يعني تلخبطوا خالص، بس هو كان مفهوم. كان جاي من المنهج عادي مفيش حاجه. طب بالنسبه لورق المفاهيم كان جاي منه حاجه؟ لا مفيش اي حاجه ولا اي حاجه. بصيت فيه اصلا يعني؟ لا عشان هو مفيش حاجه جايه منه اصلا. ورق المفاهيم كان عامل ايه؟ الدنيا الجو كان عامل ايه؟ كان حر؟ كان مفيش مراوح اصلا؟ لسه مفيش مراوح؟ النور قطع بتاع مرتين مثلا؟ شكرا. نفسك ايه رايك في الامتحان النهارده؟ الامتحان كان سهل الحمد لله وجاي ومباشر. هل كان واجهت اي صعوبات؟ كان مكفي تمام. هل واجهت اي صعوبات في الامتحان من المراقبين من اي حاجه؟ لا لا. اللجنه كانت فيها مروحه شغاله ولا لا؟ لا المروحه كانت شغاله اول بس 5 دقايق كان النور قطع، بس جيت انا على طول. هل ورقه المفاهيم فادتك في حاجه ولا لا؟ الصراحة اللي مذاكر مش محتاج ورقة المفاهيم، فأنا كنت مذاكر فترة عشان مش محتاج ورقة المفاهيم. شكرا.